Good morning, and good afternoon and good evening, and thank you so much for joining us. My name is Elspeth Chapman, and I'm the Strategic Partnership and Advocacy Specialist with the Alliance for Child Protection and Humanitarian Action. Before we start, I would just قبل like أن نبدأ، أريد أن أشير إلى أن النقاش موجود في اللغات، جميع اللغات. استفيدوا من الكرة الأرضية في الأسفل. وبهذا يمكننا أن نبدأ. إذن نرحب بكم جميعاً. ما الذي سيحصل للأطفال عندما تغلق المدارس أبوابها بسبب وباء الكورونا؟ نحن لدينا مخاوف حول تداعيات للأطفال، خاصة الذين يعيشون في الأماكن الحشة. تم إعداد دراسة في كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولبنان من أجل البحث في عمق حول التداعيات للأطفال المتأثرين بالأزمات الإنسانية. أن نسمع الرواية أولية من الأطفال والأسر حول التجارب. وكما ترون من هذا الحدث، كان هناك تعاون التفويض من التحالف بالتعاون مع الشبكات وبقيادة بروتكتس للابتكار والتعلم والتمويل من بورتيكوس واليونيسف والمكتب الأمريكي للاجئين والهجرة. هناك مجموعة Elevate Children وEducation Funders، هم أيضا يشاركون في رعاية هذا المؤتمر ونشكرهم على ذلك. قبل أن أنتقل إلى الصورة التالية، أريد أن أعطيكم لمحة سريعة. إذن بورتوغوس أولا، وبعد ذلك التوصيات أو النتائج الأساسية، والشركاء الثلاث في البحث، المركز الدولي أو المؤسسة الدولية للتنمية البشرية، وأيضا مكتب المعلومات والتنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودكتور باسل عكار وفريقه من جامعة نوتردام في لبنان أو جامعة سيدة لويزي في لبنان. ونحن أيضا ممتنون لأن السيد أدي داسن سينضم إلينا، دكتور عايشة كدايس من أنقذوا الأطفال في بريطانيا، وكل لديكس من المكتب الأمريكي للاجئين والسكان سيتشاركوا الأفكار حول حماية الأطفال وكيف يمكننا أن نمضي قدما بالتوصيات في هذا التقرير، وبعد ذلك جلسة للأسئلة والإجابات وتعليقات ختامية من لوسر سافيج من Elevate Funders وهابا هاملتون من هذه المنظمة. إذن الكثير من الجهات، لا تنتظروا حتى يأتي وقت الأسئلة والإجابات. يمكنكم أن تكتبوا السؤال في قسم الدردشة، سنحاول أن نجيب على أكبر عدد ممكن خلال هذه الفترة. بسبب ضيق الوقت نحن نحث المتحدثين أن يجيبوا على الأسئلة بشكل مباشر في غرفة الدردشة. أيضا يمكنكم أن تتشاركوا أي أفكار في قسم الدردشة، لأننا نريد أن نسمع منكم قدر الإمكان. وأخيرا أريد أن أشكركم جميعا على الانضمام إلينا اليوم، الذين يشاركون بشكل مباشر والذين يشاركون من خلال الاجتماع السنوي لألايانس. إن هذا التقرير والتوصيات فقط هي بداية في المسيرة. نحن نتطلع إلى أن نستمع منكم والعمل معا كي نتأكد من عدم ترك الأطفال في مثل هذه الحالات. أعطي الكلمة لدواكي لوتن أولا، وهو مدير من بورتيكوس، وشكرا. صباح الخير، طاب مساءكم.
أنا مديرة لبورتاكوس، إنه من الدواعي السروري أن أنضم إليكم اليوم لانطلاقة هذا البحث. الكورونا أثر علينا جميعا كأناس يشاركون في العمل وكطلاب. إغلاق المدارس أثر على الغالبية من الأطفال، بما في ذلك الأطفال في أماكن التي تعاني على الصعيد الإنساني. حتى في بعض القلات هناك مدارس حتى الآن تبقى مغلقة. تم اتخاذ التدابير إغلاق المدارس من أجل احتواء انتشار الكورونا، ولكن كما توقعنا هذا أدى إلى ترسيخ الفجوة وتفاقم المشكلة التعليمية. الأطفال الذين كانوا معرضين مثلا بسبب التشرد أو الإعاقة هم الذين تأذوا أكثر من الآخرين. كيف جرى أعداد هذا البحث؟ Alliance وأي أن إي عملا معا منذ 5 أعوام من أجل الترويج للتعاون أفضل من خلال انضمام أو من خلال المساعي الجماعية بين هذه المؤسسات والقطاعات. هذا يأتي لصالح الطفل، والحماية تأتي بنتائج إيجابية على الصعيد التعليمي. هذا التعاون قد أدى إلى لجنة استشارية متعددة الأطراف، وهذا أيضا يقوي الإرشادات. وأيضا تمكننا من أعداد مواد وبحث. البحث الذي نأتي أو نجتمع من أجله اليوم هو ينبع من عمل سابق، وأيضا أدلة حول تأثير إغلاق المدارس على حماية وسلامة الأطفال. هذا البحث يرمي إلى معالجة الفجوة، وأيضا الذين المهمشون ومن يقدم الرعاية والمعلمين ومن يتأثر بإغلاق المدارس. هذا البحث يوثق تجارب الناس في كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولبنان الذين تأثروا بإغلاق المدارس، ومن أجل كسب فهم أفضل لتأثير إغلاق المدرسة على عدم المساواة وحماية الأطفال في الأماكن التي تعاني إنسانيا، وكي نساعد صناع السياسة على وضع احتياجات الأطفال أولا في حال حدوث انتشار الأمراض في المستقبل. نحن في بورتوكوس نؤمن بقوة بالمشاركة الحقيقية للناس في الأمور التي تؤثر عليهم، ونعتقد بأن احتياجات الأطفال يجب أن تكون الانطلاقة لكيفية إرسال المساعدات الإنسانية. هذا البحث وهذه التوصيات تجسد كل ما قلته، وآمل بأن يساعد هذا البحث الحكومات وأيضا وكالات الإنسانية ولاعبين آخرين أن يعطوا دور مركزي لتطلعات الأطفال وسلامة الأطفال، كي يكونوا هم في قلب عملية صنع القرار في حال حصول انتشار للأوبئة والأمراض في الأماكن المعرضة إنسانيا. للأسف الكورونا لم تنتهي، ومن المستبعد أن تكون آخر وباء. وقبل أن أعطي الكلمة للورن، أشكر الأطفال ومن يقدم الرعاية والجميع على مشاركة هذه الآراء والمساهمة في أعداد التوصيات، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دوركا على ذلك. اسمي لورا لي، وأنا باحثة في مجال التعليم والابتكار. أرجو منكم أن تعرضوا الصور. نحن نعمل على هذا المشروع للأطفال وللمجتمعات واللاعبين الدوليين منذ عام ونصف العام. ما الذي سيحصل للأطفال؟ هذا السؤال سأله والد سوري في لبنان. كان يخشى على أطفاله، يتساءل هل سيدرسون؟ ما هو مستقبلهم؟ هنا نتشارك التجارب للأطفال في الدول الثلاث المذكورة. الصورة التالية. اليوم ينضم إلي الباحثون تيد ويليامز وكريستيان كونتاتي، والباحثون من لبنان وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، من أجل أعطاء لمحة حول التوصيات. وأيضا الشركاء قاموا
بوضع منهجية وقاموا بتحليل البحث وهم يقودون العملية. Akar and his team from Notre Dame University. دكتور باسل عكار وفريقه من جامعة سيد الويزي هم قادوا الفريق في لبنان. ولدينا مشاركة من بيروت ستقدم العرض وفي كولومبيا سندي أعدت وأندرس فريب الستريني من سندي ستتشارك ويونس حبيبانة تنضم إلينا من جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل تمثيل الفريق في بفرد. يمكنكم أن تضعوا رسائل في قسم الدردشة وبعد ذلك سيكون لدينا وقت مخصص للأسئلة. الآن أعطي الكلمة لتوم ويليامز كي يعرف البحث. شكرا جزيلا. إذا نحن نعرف بأن إغلاق المدارس خلال الكورونا أثر على حوالي 1.6 مليار طالب وأغلب الحكومات اتبعت برنامج التعلم عن بعد. للأسف الكثير من الأطفال لا يستطيعوا الاستفادة حيث لم يستطيعوا التواصل. إغلاق المدارس أدى إلى تفاقم القضايا المتعلقة بالاستفادة من التعليم والحصول على التعليم، وهذا أيضا أبعد الأطفال عن الخدمات خدمات الحماية. ووجدنا في الدول التي نتحدث عنها وجدنا بأن إغلاق المدارس استمر حتى خلال هذا العام عام 2022. إذا الدراسة حاولت أن تعالج الأسئلة التالية: ما هي المخاطر على الصعيد حماية الطفل وعدم المساواة؟ ما الذي تفاقم لهذا الصعيد نتيجة لإغلاق المدارس في الأماكن التي تعاني إنسانياً؟ والهدف كان أن نتأكد من أن سلامة الطفل وآراء الأطفال كانت في قلب صنع القرار ضمن هذه الأماكن، خاصة عندما يتعلق الأمر بإغلاق المدارس وفتح المدارس. كما ذكرت نقوم بعمل ميداني، قمنا بعمل ميداني في الدول الثلاث. الصورة التالية. إذن عملنا مع الباحثين كي نأتي بالأدوات وأجرينا الأبحاث وأشرقنا أكثر من 700 مشارك. من بين هؤلاء 328 طفل من سواء كان أطفال من المدارس أم من خارج المدارس شارك. أشرقنا أيضا من يعمل في مجال الخدمات الاجتماعية على المستوى الوطني. اتبعنا أو استخدمنا المقابلات وأيضا المشاركة، وسترون في الصور بعض النماذج عن الأساليب التي استخدمناها في إطار إشراك الناس. نرى مثلا جدول زمني وهذا الساعة كي يحددوا التحديات والمشاكل قبل وخلال كوفيد. الهدف كان استعراض التحديات التي يواجهها الأطفال. نرى في الأسفل أن حديقة الحياة سمحت للناس بأن يستعرضوا التحديات التي يواجهونها. الورود يعني الفرص والشمس والمطر. هذا أيضا مثل المجموعات التي دعمت الأطفال خلال هذه الفترة. من المهم أيضا أن نشير إلى إنشاء لجان استشارية، وذلك كي نضمن بأن البحث جرى وفقا للتوصيات ويمكن أيضا أن تنفذ بشكل حقيقي. والآن سأعطي الكلمة لزميلتي ستتحدث أكثر عن النتائج الأساسية. شكرا تيم، مرحبا جميعا، شكرا على الانضمام إلينا. النتائج الأساسية تتعلق بالأسئلة طرحت. أولا وجدنا بأن إغلاق المدارس والتعلم عن بعد أدى إلى زيادة كبيرة بنتائج سلبية على صعيد حماية الأطفال من خلال تفاقم المخاطر وخلق مخاطر جديدة.
المخاطر ازدادت جزئيا لأن الإغلاق أثر على الناس، أثر على الأهالي وعلى المعلمين وعلى الشخصيات البارزة في المجتمع وأيضا المنظمات. هذا جعل الأفراد والمجموعات أقل قدرة على حماية الأطفال وأيضا قوض أمن المجتمعات. الأطفال عانوا في على صعيد العلاقة وأيضا المشاكل الصحة النفسية والإساءة والاستغلال وكذلك الحمل في المراهقة والزواج المبكر وعمالة الأطفال وأسوأ أنواع العمل بما في ذلك التجنيد لصالح المجموعات المسلحة. الأطفال الأكثر عرضة لمواجهة المخاطر هم الذين كانوا معرضين أصلا قبل الوباء، وخاصة من يعاني من الإعاقة وأيضا من هم من المجموعات المهمشة في الدول المعنية أو المذكورة. وهناك أيضا الكثير من الاستراتيجيات التي اتبعها أو اتبعتها الجهات المختلفة. تعلموا الأطفال هوايات جديدة، الضحك والصراخ في الخارج، لعبوا الرياضة وأيضا ساعدوا الآخرين، أمضوا الوقت مع العائلة وكذلك التزموا بإجراءات الوقاية لكورونا من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين. عندما خسروا العلاقة في المدرسة، البعض قد رد من خلال التركيز على العلاقات مع الأسرة القريبة ومع الجيران، وبينما ساهم ذلك بالتقليل التداعيات السلبية على سلامة الأطفال. الأطفال والشخصيات البارزة في المجتمع قال جميع هؤلاء أنهم بحاجة إلى دعم خارجي أكبر بكثير مما كان متاحا. النتيجة الثالثة أو الخلاصة الثالثة هي أن إغلاق المدارس وأيضا التعلم عن بعد يؤدي إلى نتائج سلبية. وفي الدراسة فإن الحكومات قامت بإغلاق المدارس وحاولت أيضا أن تتبنى مقاربة التعلم عن بعد، ولكن عدد قليل جدا من الأطفال في الأماكن المدروسة استطاع أن يستفيد من التعلم عن بعد بأي شكل من الأشكال. تم إعاقة الجهود من خلال عدم تنفيذ سياسات ومن خلال عدم توفير الدعم المادي وأيضا الاستفادة من الإنترنت والأدوات المطلوبة وأيضا عدم وجود الكهرباء، بالإضافة إلى إتقان الرقمي والمعرفة الرقمية. كانت هذه مسألة أو مهمة صعبة جدا. إغلاق المدارس والتعلم عن بعد ساهم بخسارة العلم بشكل كبير، خسارة عام أو عامين في أغلب الحالات. أيضا ساهم بعدم أحراز تقدم في التعليم وكذلك تداعيات سلبية على الصعيد الذهني أو النفسي، خاصة للأصغر سنا والمن يعاني من الإعاقة وفقدان الأمل بالمدارس وأيضا ترك المدارس. النتيجة الرابعة هي أن إغلاق المدارس وأيضا التعلم عن بعد يؤدي إلى تفاقم عدد المستويات على مستوى التعليمي وأيضا يزيد من عدم المستويات في أمور أخرى، وهذا أدى سلبا على قدرة الأطفال على التعلم وحصولهم على التعلم. مثلا من لديهم أشقاء اضطروا إلى أن يتشاركوا الموارد. أحيانا تم وضع أولوية على الابن الأكبر بدلا من الآخرين. وأخيرا كان من الصعب جدا لعمال الخدمة الاجتماعية بأن يقوموا بعملهم بمنع الأذية والاستجابة لاحتياجات الأطفال على صعيد الحماية. وأتحدث هنا عن المرشدين والداعمين. من يعمل في الخدمة الاجتماعية حاول أن يبتكر تدابير، ولكن هذا تم خارج إطار أي نطاق رسمي. شكرا، والآن سنسمع من الزملاء. شكرا كريستين. البحث في لبنان تم في مكانين وتم جمع المعلومات. الصوت فيه خشر. إذا ما انتقلنا إلى النتائج الأساسية، الإغلاق الناتج عن كورونا في لبنان
تفاقم بسبب عوامل أخرى وهذا أدى إلى تفاقم الوضع. هذه المجتمعات كانت تعاني بينما كان ينهار الاقتصاد الوطني، وبعد الإغلاق حصل أو وقع انفجار المرفأ وأصبح السوق مستقر على صعيد الكهرباء والوقود والطعام والأدوية. أصبح ذلك أيضا مكلف جدا الحصول على هذه الخدمات. هناك أدلة محدودة على استراتيجية التعليم والحماية، والنتائج السلبية زيادة المسؤولية المحلية، العنف والإساءة والتخلي، وذلك بسبب الضغط النفسي والقلق. الأمهات في لبنان اشتكينا من أن إغلاق المدارس والتعلم عن بعد أثر على حق الطفل بأن يلعب. أيضا هذا أدى إلى تفاقم المشكلة الاقتصادية، حيث تم تطبيع عمالة الأطفال تقريبا. وأخيرا مع ترك الأطفال فإن الزواج المبكر كان سبيل للأهالي من أجل ضمان مستقبل بناتهم. وبالإضافة إلى ذلك كان هناك تحديات مع التعلم عن بعد. قال المشاركون أن التعلم عن بعد لم يكن ممكن بسبب عدم وجود الإنترنت والكهرباء. وأيضا ما فاقم الموضوع هو عدم معرفة اللغة الرقمية لدى المعلمين والطلاب. هذه التحديات أدت إلى نتائج سلبية مثل عدم التعلم وخسارة التعلم، لأن سرعة التعلم عن بعد كانت سرعة بوتيرة سريعة جدا، وبالتالي كان مستحيل. وبالإضافة إلى ذلك لم يكن لدى المعلمين أدوات لتقييم الأطفال عن بعد. وأخيرا فإن ترك المدارس قد ازداد في إطار الدراسة، لأن الأهالي لم يستطيعوا تحمل تكلفة إعادة الأولاد إلى المدرسة. بناء إلى نتائج نحن نوصي بالتالي: المدارس والبلديات يمكنها أن تعد خطط طوارئ خاصة بها في حال حصول أي وباء آخر أو أي حالة طارئة قد تؤدي إلى إغلاق المدارس. يجب أن تتضمن اللجان الأهالي والمعلمين والأطفال، وأيضا يجب وضع الإرشادات حول كيفية إعداد خطة. الكثير من الأسر والمنظمات غير الحكومية لا تدرك أن هناك نظام للدعم المجتمعي، خاصة النظام الموجود في وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم العالي. هذا مهم جدا. من المهم أن نتواصل مع الناس كي يعرفوا أن ما هي الخدمات وكيفية الاستفادة من هذه الخدمات. وأخيرا أغلب المعلمين في لبنان ليس لديهم مؤهلات مكتوبة للتعلم، وأيضا هناك من يعاني من الضغط النفسي بين المعلمين. رفع الوعي حول مفاهيم أساسية للتعلم و المخاطر وحماية الأطفال قد يساعدهم على اتخاذ قرارات تستند أكثر على المعلومات. وأعطي الكلمة أندرياس وشكرا. Well, in Colombia, this study was implemented by. شكرا. في كولومبيا نفذ هذا المشروع منظمة بدعم من وريجن، وهذا كان في شهر كانون الأول ديسمبر عام 2021. في البداية بدأنا مع عدد من المجموعات. النتائج الأساسية في كولومبيا تشير إلى أن غياب الاختلاط الاجتماعي، الوجود في أماكن ضيقة، وعبء العمل، عبء العيش في المنزل، البقاء في المنزل، أدى إلى تحديات أساسية على صعيد الصحة النفسية للأطفال والأسر والمعلمين. وأيضا شاهدنا محاولات انتحار. هذا أيضا
يعد من ضمن التحديات على الصعيد الصحة النفسية. فقد الأطفال التواصل مع الزملاء ومع المعلمين، وهذا أثر على الأطفال الذين يعانون أصلاً في المنزل ويواجهون تحديات نفسية. بالنسبة للأطفال فإن هذه الحالة ساهم في العنف المنزلي، الأهالي اضطروا إلى العيش إلى الذهاب للعمل، وبالتالي هذا يحمل معه خطر تجاهل الأطفال وتجاهل احتياجات الأطفال بسبب التكلفة الإضافية الناتجة عن إغلاق المدارس والتعافي الاقتصادي بسبب الوباء. وترك الأطفال، وأيضا رأينا زيادة في تجنيد الأطفال لصالح المجموعات المسلحة خلال فترة إغلاق المدارس. الأطفال والشباب يدركون بأن التعلم الافتراضي ليست فاعلة بقدر الحضور شخصيا في الصفوف. كان هناك صعوبة في التقدم، ورأينا حالات حيث الأطفال الذين يعانون من الإعاقة تراجعوا. الأطفال أيضا تحدثوا عن المشاكل الناجمة عن التعلم عن بعد. هذا لا يزال حتى يؤثر حتى اليوم، حتى بعد العودة إلى المدرسة. الموظفون في المدرسة والإدارة حاولوا أن يعالجوا بعض التداعيات السلبية من خلال الابتكار، مثلا استخدام الواتساب وأجهزة أخرى، ولكن هذه المساعي لم تكن كافية. بالإضافة إلى ذلك، هناك من ليس لديه قدرة للاستفادة من الإنترنت، وبعض الأطفال لم يستطيعوا وكانوا أيضا في وضع ضعيف، خاصة الأطفال الذين يعانون من إعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة والذين شردوا داخليا، ومن يعيش أيضا في الأماكن الريفية، والأطفال الذين اضطروا إلى مشاركة الأجهزة مع الآخرين، وأيضا من اضطر إلى الاهتمام والرعاية الأشقاء الأصغر سنا. أيضا كانت هناك أدلة على آليات للتعامل مع الموضوع، مثلا الاعتراف بأهمية وجود لاعبين ويساهمون في تنمية الوضع. وهذا يساعد على التنسيق بين الأهالي والمدارس، فقد يتشاركون الأجهزة والواي فاي وشبكات الإنترنت في بعض الحالات، فإن المدرسة قاموا بوضع التعليم عن بعد، وقاموا ببعض الممارسات. أصبحوا الأطفال متعلقين أكثر بأهاليهم، لأنهم أصبحوا بعيدين عن أقرانهم وأصبحوا قريبين أكثر مع أهاليهم. والآن أعطي الكلمة لجودث. في هذا البحث الذي تم قيام به في جمهورية كونغو الديمقراطية، وخاصة بوجود النزاعات والصراعات، هذا البحث قد تم إتمامه في بيئة معقدة، وأيضا في سياق معقد في هذه المنطقة. لقد
شهدنا الكثير من الصراعات في باروغ، وأيضا كانت هناك جائحة كورونا وإيبولا أيضا في عام 21، وأيضا الصراع المسلح المستمر الموجود في تلك المنطقة، وأيضا الفقر. كما نعرف إن هذه المنطقة من أكثر المناطق فقراً في أفريقيا بحسب البنك الدولي، تقرير البنك الدولي. إن النتائج الأساسية بأن الأطفال قد شهدوا كثير من إغلاق للمدارس الطويل والمستمر بسبب الكورونا، والذي سبب في الرسوب في كثير من الامتحانات الأخيرة. رأينا أن الكثير من الأطفال لم يستطيعوا العودة إلى المدارس، فقد قاموا إلى الذهاب إلى يوغندا وتجاوز الحدود للبحث عن العمل. ورأينا أن معظم المدارس لم يكون لديها أي أدوات حماية شخصية PPE، وكان هناك تغذية راجعة من الأطفال. بحسب بحثنا، لقد قبل إغلاق المدارس فرأينا أن الأطفال كانوا سعداء، ولكن بعد إغلاق المدارس لقد أدركوا بأن كثير من الزواج المبكر يحدث، وشهدنا بأن المدارس عندما فتحت من جديد كان هناك عدد أقل من الطلاب قد قاموا بالالتحاق بها. خلال إغلاق المدارس في جائحة كورونا، رأينا هناك زيادة في الاستغلال الجنسي للأطفال، وشاهدنا عمالة الأطفال بما يتضمن ذلك، أسوأ وأشكال وأنواع العمالة، وأن يقوموا بحمل مواد ثقيلة أو وخاصة للأطفال الصغار. كان هناك في التوصيات، نحن نقول بأننا يجب، ومن التوصيات نقول أن يكون هناك دعم من الوكالات الإنسانية للحماية العالمية في الكونغو، لكي يكون هناك تحريك أكبر للتمويل لدعم التعليم ودعم حماية الأطفال في الكونغو. ويجب أن يكون هناك منهج برنامج منهج لوضع البرامج المتكاملة، كما أيضا للحكومات يجب أن يقوموا بإدماج 5% من الميزانية الحكومة الخاصة بإدارة الأزمات، لكي يقوموا بوضع أولوية تعليم الأطفال وحمايتهم وحماية رفاههم. وأيضا أظن أنه من الضروري جدا الاستثمار أكثر بكل الإعدادات الخاصة بالأطفال. كل هذه يجب أن نقوم بتطوير هذه الممارسات. شكرا جونس. الآن سوف أتحدث عن بعض التوصيات. كما قالت أن بعض الأمهات السوريات قالت أن إغلاق المدارس بسبب
مدارس قد أثر على الطلاب المستضعفين، وهي تشكل تحديا كبير لأمن الأطفال. وبالرغم بأن المدارس قد عادت إلى الافتتاح، كان هناك تأثير سلبي كبير لإغلاقها، فمثلا زواج الأطفال لم يحل، أو ما فات عن الأولاد من التعليم قد لم يتم حله. إذن فإن الأطفال الذين تأثروا بإغلاق المدارس يجب أن يكون هناك دعم لكي يتجاوزوا هذه المحن وهذه الصعوبات، ويجب أن يكون هناك منهج متكامل يتعامل مع المشاكل في حدوث الأوبئة. فإن من الموصف به بأن المدارس يجب أن تغلق فقط في الظروف القهرية جدا، ويجب ومن الضروري أن أيضا أن يكون هناك أدلة لكيف يمكن تحضير الأطفال، وخاصة في وجود الأوبئة. ويجب أيضا أن يهنوك هناك مساءلة ومحاسبة وأخذ المسؤولية للأطفال والعائلات والمجتمعات من خلال آليات التغذية الراجعة الشفافة، وأن تكون موجودة في الهيكلية لاتخاذ القرارات في الحوكمة. ويجب أيضا أن نتأكد بأن الأطفال هم المركز في اتخاذ القرارات في المستقبل. من المهم أيضا أن ندعم هذه الأعمال ونعمل الأطفال، ويجب أن يكون هناك أيضا فرص لأن نخلقها للأطفال والعائلات والمجتمعات لكي يكونوا منخرطين أكثر في خطط الاستجابة للطوارئ. فإن التوصيات يجب أن تؤخذ من الحكومات والمنظمات الإنسانية والمنظمات الغير حكومية والمجتمعات والمدارس. شكراً. لقد تحدثنا أيضاً هنا كيف إذن. نحن كفريق للبحوث في الألاينس وفي أيضا الوكالة المشتركة والخاصة بالتعليم في الطوارئ، نحن ممتنون جدا لليونيسيف والأمم المتحدة ولكل صانعي القرارات وأيضا الأطفال، لكي نفهم كيف يمكن أن يؤثر إغلاق المدارس على الأطفال وعلى الشباب، وكيف يمكن أن نحسن من خططنا في المستقبل. والآن أعطي الكلمة مرة أخرى لألبس. شكراً على مشاركتكنا بالتوصيات، فإن هذا التقرير غني جداً، وأنا كنت ممتنة بأنني مشاركة في هذه العملية، وكان تستطيعون قراءة هذا التقرير. أستطيع أنا بأن هناك الكثير من الأسئلة على الدردشات، وقد نأخذ بعض هذه الأسئلة وأن نجاوب عليها. والأسئلة الأساسية التي طرحت للمتحدثين ما تعلمناه من التحديات التي واجهناها في مجالات أخرى. هذا من أحد الأسئلة. وسؤال آخر هو الاختلاف والتشابه بين السياقات الثلاثة في هذه الدراسة.
هل تود كريستين، فلورا أو أي أحد يود أن يتطوع بالإجابة عن هذا السؤال؟ أسئلة؟ I think one of the things that was quite striking, and I said this in the chat, was that there ما كان مثير للاهتمام، كان هناك تشابه كبير بين الكثير من السياقات المختلفة، ومن عندما كنا نحيي للبيانات مبدئية كان تركيزنا الأول ما هو قد كان جيدا وما لم يكن جيد فيما يتعلق بالتعلم للبعد، ولكن بعد ذلك كنا نهتم أكثر مثلا باللاجئين السوريين في لبنان في المخيم، ولكن أو الأطفال في الكونغو أو في كولومبيا لم يكن لديهم القدرة للحصول على التعليم عن بعد. هذا من أحد التشابه في السياقات المختلفة. قد يحكي بعض المتحدثين عن الاختلافات. قد نرحب بجوناس، قد كانت يشرح لنا عن الأشياء التي كانت هي خاصة بكونغا. شكرا جزيلا. فيما يتعلق بالاختلافات، نحن هنا في الكونغو نعيش في سياق معقد، وهناك صراع مسلح، وهو من أحد المشاكل الأساسية التي نتعرض لها. تحدثنا عن الكورونا، ولكن أيضا لدينا الأوبولا في منطقتنا، وكان هناك أيضا انفجار للبركان الذي أثر على الملايين من السكان. كل هذه من التحديات التي أثرت علينا. وإذا تحدثنا عن التشابه، عندما لما ننظر إلى عدد الأطفال الذين وخصوصا ازدياد عدد حالات الزواج المبكر والحمل، هي كانت من الأمور التي تتشابه بين مختلف السياقات. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا على المشاركة. لأنظر إلى الوقت، نستطيع أن نمضي قدما وأن نستمر، ولكن قوموا بكتب الأسئلة والتعقيبات في الدردشة. هناك جزئية تفاعلية سنقوم بها، سوف أبعث بالرابط في خاصية الدردشة، وهو هناك لقد سمعتم بالتوصيات الأساسية في التقرير عندما تحدثت لورا. من هو المسؤول عن القيام وتنفيذ تلك التوصيات؟ أعطيكم بضعا من الأوقات والدقائق لتقوموا بالإجابة. إذا قمتم بالضغط على الرابط في الدردشة تستطيعون الإجابة عن هذا السؤال. نرى إذن الخيارات هي القيادات الإنسانية أو المنسقين الإنسانيين، الوكالات الأمم المتحدة أو الحكومات الوطنية أو المنظمات المحلية والمجتمعية. من هو صاحب أكثر مسؤولية لتنفيذ تلك التوصيات؟ لا يوجد هنا جواب صحيح. سوف عندما تقوم بقراءة التقرير كاملا كله يتشارك بالمسؤولية، هي مسؤولية جماعية.
يمكن أن نصنف المسؤوليات من خلال مختلف القطاعات، ولكن هي مسؤولية جماعية، وهنا يمكن أن نلعب دوراً أساسياً في مختلف المنظمات. إذن كما قالت إنها مسؤولية متشاركة. إذن الآن أعطي دين بروكس رئيساً هو الذي سوف يكون الميسر الميسر للجزء الثاني من الجلسة. شكرا. كما قلت انه انا اتذكر كل الايميلات التي كنا كيف التي تحدثنا عنها والمعلومات التي رصدناها، وأيضا النقاط التي ناقشنا. سوف ما زلنا نبني على هذا العمل الذي قمنا بها. جوناس، أهلا بك مرة أخرى. نعم، دعونا الآن نكون مع مجموعة جديدة. للأسف هاني ليس بمقدوره أن يكون معنا اليوم. عمل رائع جدا للمناصرة. للآن دعونا ننتقل مباشرة، وخاصة الكل هو منتظم، دعونا نبدأ ببعض الأسئلة للمتحدثين الثلاثة. لدينا أدي دارتنت، هو المدير للطوارئ هنا من Education Can't Wait، وهم نحن نجلس في مكتب واحد. وأيضا لدينا كالي لور من وهي مسؤولة برنامج في الإدارة الأمريكية، ودكتورة عايشة كدير من Save the Children، أنقذوا الأطفال، ودكتورة عايشة هي مسؤولة على برنامج الصحة الخاص بالأطفال هنا في منظمة Save the Children. أدي، سوف أبدأ بك وأعطيك الكلمة. كان هناك تعاون كبير بين التعليم وحماية الأطفال. كيف يمكن أن نبني على هذا العلاقة وأن نخفف من المخاطر الأوبئة والتي لها علاقة بإغلاق المدارس؟ إذن أعطي الكلمة لك أدي. شكرا جزيلا دين لمشاركتي معكم وأن أشارككم ببعض الأفكار. إذا لم تعرفوا بمنظمة Education Can't Wait، نحن منظمة تعليمية تقوم بتمويل للطوائر، ونقوم بأولوية للتمويل للطوارئ، وخاصة يجب إعطاء الأولوية للسياقات الطارئة. أنا أظن طبعاً لن أتحدث بالتفصيل عن استجابتنا للكورونا أو COVID-19، إنه سؤال رائع لنبدأ به. نعم، هناك تعاون بين التعليم والحماية الأطفال، نحن نرى ذلك على المستوى العالمي وعلى المستوى الوطني أيضاً. لدينا الاستراتيجية Alliance، ولدينا المعايير والتي تحدثتم عنها، وأيضا إطار EIE، إطار العمل. إذن هناك تعاون كبير، ونحن نريد أن نبني على هذه التعاون.
ولكن دعوني أتحدث كما قلت مذبرا من أحد التعقيبات. نحن نتوقع بأنه سوف يكون هناك إعاقة للتعلم في المستقبل، ولكن الآن نستطيع أن نقوم بتنفيذ بعض الإجراءات للتقليل من المخاطر. النقطة الأولى هي نحن نعلم بأن الأطفال لا يستطيعون أن يختبروا الحياة بمعزل عن محيطهم، فنحن نتحدث مثلا عن الاستجابة التعليمية والاستجابة الاجتماعية وغيرها، ولكن يجب أن ننظر كيف أن نضع هذه بمنهج منسجم مع بعضهم البعض. ومن المهم جدا في عند تصميمنا لأي استجابة ودعم الحكومات أن يكون هناك تعاون بين التعليم وحماية الأطفال. إن نحن نعمل في بيئات صعبة، ومن الصعب أحيانا من أن تكون يكون تفاعل من الحكومات، ولهذا ننظر إلى المجتمعات ليكون هناك تعاون. ما إذا رأينا لموقع الألاينس هناك دليل لفتح المدارس، وهو هذا مثال رائع لهذا التعاون، حيث هناك نقاط معدودة ونقاط محددة، وهي طريق تأطير مثير للاهتمام لهذا التعاون. فكيف يمكن أن نواجه التحديات في المستقبل؟ الكوفيد أيضا قد نحن عملنا أو أنا عملت مع بنغلاديش في الكثير من الأوقات، وما رأيناه في خلال الكوفيد بأن التعليم أصبح مفقود. فمثلا العاملين التعليميين لم يستطيعوا الدخول إلى المخيمات، وفقط العاملين الصحيين هم من قاموا إلى الدخول إلى المخيمات. وهنا فكرنا كيف يمكن أن نستمر بالتعليم من خلال العاملين غير التعليميين، ومن خلال العاملين مثلا الصحيين، وعندما يقومون بالزيارات الصحيحة كيف نأخذ هذه الفرص لنقوم بتعليم الأطفال. إذن فيجب أن ننظر إلى البيئات التي يجب من خلالها أن نعتمد على العاملين غير التعليميين، من التعاون المثير للاهتمام. في بنغلاديش كان هناك الكثير من الحلول المتكالمة، وأنا هناك كثير من الحلول التقنية وغير التقنية التي أعطت الكثير من الفرص التعليمية. فعندما مثلا تستطيع أن تسأل الطلاب وأن تسألهم عن أمورهم التعليمية، تسألهم عن وضعهم النفسي، تسألهم كيف أوضاعهم في المنزل، لكي تتأكد بأن الأطفال ما زالوا في بيئة آمنة. لقد سمعنا في لبنان مثلا في الاستعراض بأنهم تعرضوا للعنف. إذن بنقطة أخيرة هو موضوع المناصرة المجتمعة. المانحين أيضا يعززون هذا التعاون. ECW كمناح المانحة أيضا تتعاون مع مانحين آخرين. إذن هناك مسؤولية للمانحين أن يتأكدوا من أن هذا التعاون يحدث بين كل القطاعات، فإن المختلف القطاعات يمكن أن يعطوا تمويل أكبر لكي يكون هناك استجابة ذات معنى. وسوف أتوقف هنا. دين، شكرا. أنا سمعت أدي مرتين، بالنسبة لي هي نقاط مهمة على الانسجام والتناغم وأيضا التعاون الذي قمنا به من خلال التحالف والألاينس. نتحدث عن المناصرة. كالي، أهلا بك.
لمجيئك معنا على هذه الطاولة. لدينا سؤال الذي يبني على ما كان يتحدث عنه هو ما هو الدور الذي يلعبه المانحون الثنائيين في مساعدة الحكومات وأيضا العاملين الإنسانيين في بما يتعلق بالأخذ بعين الاعتبار المشاكل الصحية والاعتبارات الصحية، وما هي التأثيرات السلبية لإغلاق المدارس على التعليم وعلى حماية الأطفال؟ ما هو التأثير المختلف على إغلاق المدارس على الفتيات والصبيان في مختلف الأعمار؟ إن طبعاً هناك كانت مهمة صعبة للحكومات والعاملين الإنسانيين، وخاصة لتأثير السلبي على التعليم بإغلاق المدارس، كما كان واضح بالبحث كان هناك تأثير سلبي كبير جداً على الأطفال، وخاصة في المناطق المستضعفة. إن المشكلة في إغلاق الأغلاق كان ليس فقط في موضوع خسارة التعليم، ولكن على الصعيد النفسي والاجتماعي، التفاعل مع المدرسين وأيضا عدم وجود العاملين الاجتماعيين. لقد شهدنا الكثير من الحالات بأن شهد الكثير من الأطفال الزواج المبكر، الحمل، أيضا الاستغلال الجسدي والعنف الجسدي للأطفال. إن طبعا لقد أثرت تغيير إغلاق المدارس على الطلاب بشكل مختلف، فمثلا الأطفال الكبار بالعمر أو الأخوة الكبار بالعمر أصبحوا مسؤولين عن إخواتهم الصغار، وهذا يؤثر. نحن نرى يجب نرى أن هناك أيضاً تأثير على الصبيان وعلى الفتيات، وأيضا للأسف أثر أيضاً على الفتيات، وخاصة معدلات الحمل لدى الفتيات الصغيرات كان كبير جداً، وأيضاً على رفاههم وعلى صحتهم النفسية. فالصفوف تعتبر حيز آمن للأطفال لكي يتطوروا، لكي يصبحوا الآن يجب أن نتأكد بأن هذه التطورات المهمة في حياة الأطفال يجب أن لا تلتغى، ويجب أن نأخذ نتحمل المسؤولية، وأن يتحمل شركاؤنا المسؤولية، لكي أن نأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الشاملة للأطفال. أنا أثمن هذا التعليق، شكراً كالي. الآن أذهب إلى دكتورة عائشة كديرة التي أيضاً كانت. كيف يمكننا ندعم العاملين الصحيين لكي يأخذوا بعين الاعتبار منهجاً لاحتياجات الأطفال بشكل كامل، وخاصة في السياقات الإنسانية؟ عندما نتحدث عن صحة الأطفال، من الذي يدفع ثمن الرد الإنساني؟ يجب أن نفكر بفهمهم، ما هو فهمهم للأطفال، وما هي توقعاتهم حول دور الأطفال في المجتمع؟ تاريخيا كان لدينا مقاربة، مثلا في حال تبنينا مقاربة إنسانية عموما، هذا سيؤدي إلى مساعدة الأطفال، وهذا ليس كافيا.
ولعدة أسباب لا يوجد لدي ما يكفي من الوقت للحديث عن هذا الآن، ولكن أعتقد علينا أن نعود إلى الوراء ونقول لدينا نعم العمال وأيضا المختصين في التعليم وفرق التعليم الإنسانيين، هم عادة من يلعب الدور الأساس في سلامة الطفل، يقومون بعمل مهم جدا يحمل الأطفال فيما بعد، ويجب أن نعترف بذلك على أنه تدخل على مستوى الصحة العامة. إذا ما أردنا أن نساعد اللاعبين في القطاع الصحي، إذا أردنا أن نساعدهم يجب أن نعمل نحن معهم. حماية الأطفال لا يتضمن ضرورة دمج تقييم الحاجات كي نعتمد معايير ونتمكن من أن نقيس هذه المقاربة المتعددة الأطراف، وهذا سيساعد ليس فقط بتحديد الحاجات، ولكن سيساهم في تشكيل فهم أوضح حول تأثير هذه الإجراءات التي تتخذها، وسيساعد في أعداد تدخل حتى وإن كان سيكون لديه تأثير. يجب أن نعترف بأن هذا التأثير موجود، ولكن يجب أن ننظر عن كثب أكبر. وهناك أيضا مسألة أخرى على الصعيد الصحة، عندما نقوم بهذا بعملية نجري عمليات التقييم يجب أن نتضمن آراء وتصورات الأطفال. هذا لا يحصل في المقاربة الصحية. لماذا؟ لأن الناس يفتقدون إلى المهارات، مهارة التواصل مع الطفل. ليس كل شخص طبيب مختص بالأطفال أو شخص مختص بحماية الأطفال أو شخص يعمل في القطاع التعليمي، قطاع تعليم الأطفال. يجب أن ندرك ذلك ونساعد الناس على دعمهم ونساعدهم على وضع هذا كأولوية. نحن لا نريد أن نسأل شخص يبلغ من العمر 5 أعوام كيف يشخص مرض، ولكن نريد أن نعرف ما هي الأمور المهمة لهذا الطفل. نحن نعرف أولويات الأطفال. إذا ما فهمنا هذه الأولويات نستطيع أن نعرف كيف نركز التدخلات. الموارد دائماً ما هي محدودة، وبالتالي يجب أن نحدد الأولويات، وهذه الأولويات يجب أن تعكس أولويات الأطفال، لأن هناك حكمة لدى الأطفال. وإذا ما أردنا أن نساعد الأطفال يجب أن نعترف بأنهم لاعبون أساسيون في الحياة، لديهم تصورات حول ما يحصل لهم وما نقوم به كقطاع إنساني. هم لديهم رأي إزاء هذه الجهود التي نبذلها وكيف يتفاعلون. هذا سيكون مرتبط بآرائهم. نحن العمل الذي نقوم به مرتبط بآرائهم. يجب أن نتعامل مع أطفال، ولكن بحاجة الناس يمكنهم القيام بذلك بشكل آمن وفاعل. أعرف بأن تخطينا الوقت، يمكنني أن أتحدث لساعات، ولكن أريد أن أتوقف هنا. هذه أهم النقاط التي أردت أن أتحدث. I just want to encourage the 108 people on this webinar. أريد أن أشجع المشاركين أن يأخذوا لحظة ويطرحوا الأسئلة، وبسبب ذلك الوقت أعطيكم كلمة أخيرة، وربما يمكنكم أن تتشاركوا معنا كيف يمكننا أن نتقدم بهذه التوصيات. هل لديكم أي توجيهات، أي شيء تريدون أن تتشاركوه؟ إذن أتي أولا ونعود بعد ذلك إلى كالي. شكرا جزيلا دين. سؤال صعب. أولا يجب أن نبقي الحوار مفتوحاً. هذا الحال الأول. تعلمنا من كورونا هو أنه كان لدينا تصورات مسبقة
حول ما يجب أن نقوم به، وفشلنا في العديد من الأمور، لم نستطيع الوصول، لم يستطيع الناس حتى الوصول إلى المجتمعات، وحتى الدول الأنظمة التي بنيت حول اللاعبين الدوليين قد لا تكون الحل الأنسب على الأمد الطويل. نحن نعرف أن هناك الكثير من الأطر حيث لا يمكن أن تصل الحكومات إلى الأطفال، يجب أن نتذكر ذلك، ولكن في النهاية يجب أن ندعم الأطراف التي لديها هذه المسؤولية المشتركة، مسؤولية الوصول إلى كافة الأطفال من دون التمييز، وذلك استنادا إلى الاحتياجات. ونقطة أخيرة وهي ذكرت في أحد العروض، دائما ما نميل نحو الحلول التقنية، لدينا مسؤولية مشتركة عندما نعمل مع الحكومات والمجتمعات أن لا نفرض إجراءات أو لا نفرض أي شيء لا يمكن أن يستدام ولا ينسجم والبرامج ولا يفيد الجميع. إذن هناك مسؤولية مشتركة في هذا الإطار أن لا نروج للحل الأسهل، بل نروج للحل الذي هو أنسب للإطار. وشكرا مرة أخرى على أعطاء الفرصة لأتشارك بعض الأفكار مع المجموعة. شكرا أدي كالي. نعم أتفق مع ما قاله أدي. الدرس الأول هو فهم احتياجات الأفراد وكيفية تلبي هذه الاحتياجات أين ما كان الأشخاص. وقرأت أيضا تعليقات بالدردشة، التشديد على مشاركة الأطفال ومقدمي الرعاية. هذا ليس موضوع للإنسانية، للأماكن التي تعاني إنسانيا، ولكن في كل أماكن فهم هذه القرارات، فهم تأثير القرارات والعبء، والإطار يضع على الأطفال والعائلات. كيف يمكن أن نفهم ونرد بشكل أفضل؟ اللاعب الأساس الذي لاحظناه، اللاعب الأقل الأكثر تأثيرا، هم المنظمات المحلية، مجموعات الأمهات التي أنشأت أماكن للتعلم، معرفة كيف أن المجتمعات قامت بتمكين نفسها كي تعالج هذه الأوضاع وترد على هذه السياسات التي تؤثر سلبا. يجب أن نستفيد من ذلك، وأعتقد أنه نعم يجب أن نعترف بأننا أخطأنا وبأن نصحح المسار وأن لا نستمر بنفس النهج، لأننا نعرف بأن هذا نهج معين واحد وهذه الطريقة. يجب أن نعترف بأن هناك مخاطر، يجب أن نجازف كي نحافظ على إيصال الخدمات للأطفال. دائما ما أقول بأن الأطفال هم نصف دائرة انتخابية، بالتالي يجب أن نخصص الجهود أكثر من نسبة 50%. هناك تداعيات على الأمد الطويل، سنرى ذلك بسبب وباء الكورونا، سنرى هذه التداعيات لعقود مقبلة. شكرا كالي. دكتور عائشة تفضلي. نعم تعقيبا على ما قاله كالي وأدي، إذن المشاركة مشاركة ضرورية بين الأطفال والمجتمعات. إذا ما أردنا بالفعل أن نساعد الناس، هم يعرفون ما الذي يجري، يعرفون ما هي المسائل المهمة حتى وإن كانوا لا يضعون الأولوية كما نقوم نحن الذين نساعد والذين نملك الموارد. يجب أن نحترم ذلك ويجب أن نشرك بالشكل المناسب. الأطفال يلعبون دور أساس، ولكن المسألة تتطلب مهارات، مسألة كيفية التعاطي مع الأطفال. وهناك موضوع آخر يجب أن نعيد النظر بتصورنا حيال هوية الطفل، ما الذي نعنيه بالطفل وما الذي يعني ذلك للأطفال. هل نتحدث عن طفلة أم هل نتحدث عن شخص يبلغ من العمر عامين
والمخاطر تختلف للفئات العمرية المختلفة للأطفال. في أي أزمة إنسانية يجب أن نفهم ما الذي نقصده وأن نتصرف بالشكل المناسب. بعض المنظمات التي هي منظمات معروفة وذات سمعة جيدة يعتمدون الأطفال أقل من 5 سنوات ومن هم أكبر من 5 سنوات. إذن بين 5 و8 8 و12 يمكنكم أن تقسموا الأرقام كما تشاءون، ولكن أي فئة وما الذي يحصل عندما يصبح هذا الطفل أم أو عندما يعمل هذا الطفل وهو الذي يوفر لقمة العيش، يصبح لديه مسؤوليات اجتماعية، وهذا هل هذا يجعله في نفس الفئة العمرية للناضجين؟ كيف نرد على احتياجات هؤلاء؟ يجب أن ندقق بهذه الأسئلة ويجب أن نصل إلى إجماع، وذلك كي ننخرط بشكل فاعل أكثر. رائع، شكرا. لدينا وقت لبعض الأسئلة. لدينا سؤال واحد، إذا كان لدى أحد منكم سؤال اكتبوه في الدردشة أو في مكان آخر، أبلغوني إذا رفع أحد يده. ربما أدي أو كلي يستطيع الإجابة، ولكن السؤال موجه إلى الدكتورة. ذكرت أحد العوائق أمام التعاون، ربما الذين يعملون في القطاع الصحي يفتقدون للمهارات التعامل مع الأطفال. ما هي عقبات أو الحلول للتعاون فيما بين القطاعات؟ إذن وفق تجربتي، الحل هو العمل الجماعي منذ البداية. نبدأ بتقييم الاحتياجات. الأزمة تحصل، انتشار وباء مثلا، هناك أحداث تحصل ولدينا جهات إنسانية، تبدأ بتقييم الاحتياجات. في هذه المرحلة المبكرة يجب أن نبدأ بالعمل فيما بين القطاعات. والعقبة هي أن الكل ينطوي داخل قطاع ويحاول إدخال الجميع من يتمتع بالمهارات، وسرعان ما ندرك حتى وإن كانوا يجرون التقييم لا تزال هناك خطوط ما بين القطاعات من دون التعاون عبر القطاعات. إذن العلاج ليس علاج المطلوب، والطريقة لتغيير الموضوع أن نجلس ونعمل معا. ما الذي يجب أن نركز عليه؟ ما الذي يجب أن نضع عليه أولوية؟ كيف يمكننا أن نعالج هذا الموضوع؟ وهناك مسألة أخرى للمحاسبة، وهي وضع مؤشرات كي نتابع، كي نعرف. لا أقول أن الردود يجب أن تكون، كل الردود يجب أن تكون فيما بين القطاعات. العمل قد لا يكون فاعل، يمكننا إنشاء مكان، ولكن نسبة الاندماج وفق الاختصاص ستتفاوت. ولكن يجب أن نعتمد مثل هذه المقاربات، وذلك كي نعرف بأننا نقوم بالعمل. ويمكننا أيضا أن نقيس كي نرى مدى فعالية التدخل. ومن أهم النقاط في هذا الإطار للذين يعملون في إطار تنمية الأطفال والعمل مع أطفال ذوي الاحتياجات، أن ندرك التداعيات على الأمد المتوسط والطويل، والسبيل الوحيد لذلك هو أن نرى المعلومات. يمكننا أن نقارن ما الذي يحصل عندما نتدخل مقارنة مع عند عدم التدخل. إجابة طويلة، ولكن آمل أن أكون قد أجبت على السؤال. نعم، ولدينا دقائق للأسئلة. السؤال لأدي وكلي وأيضا للدكتورة. السؤال هو
كيف يمكننا أن نعمل فيما بين القطاعات كي نتأكد من أننا نخضع للمحاسبة أمام الأطفال والعائلات. كيلي أدي دكتور قدير إذا تريدون أن تضيفوا أي شيء. ربما تعقيبا على ما قالته الدكتور عائشة عن العمل مع الأطفال والتنسيق، ربما هناك عامل محاسبة. نحن كأشخاص في يعملون في التعليم دائما ما نركز على المدرسة كما كان التعلم. إذا ما عدت إلى بداية الكورونا وكيف رد أولادي على ذلك، كان هناك حالة من الأرباك، كان هناك غياب للثقة. وأعتقد وأريد أن أتحدث بتفاؤل، كيف يمكن للمدارس مع المدرسين ومع المدراء، كيف يمكنهم أن يتعاونوا مع موفري الرعاية حول ضمان مشاركة المعلومات بشكل يفهمه الأطفال، وأن أيضا يقدموا هذه ينقلوا هذه المعرفة إلى الأسر. إذن يجب أن نبني الثقة، وذلك كي نضمن بأننا نتعاون، ويجب أن يكون ذلك من البداية. أردت فقط أن أعقب على هذه النقطة لأنني أعتقد أن هذه نقطة مهمة. وبالطبع إذا ما حصل أزمات لاجئين، نعمل مع قطاع التغذية والصحة كنقطة انطلاق للتعاون فيما بين القطاعات. يمكن أن نستفيد من ذلك وأن نطبقها على مجالات أخرى. كالي، هل تريد أن تضيفي شيء؟ نعم، أحاول أفكر من وجهة نظر الجهات المانحة، كيف يمكننا أن نخضع أنفسنا للمحاسبة التقييم منذ البداية. كجهات مانحة يجب أن نتأكد من أننا نمول وأننا نقوم بالعمل المطلوب. كي يكون كل شيء في موضعه، وشهدنا ذلك في الرد الأول على الكورونا. لم نضع أولوية على الحماية كما كنا نريد، لم نرى الخدمات الأساسية للأطفال، وقالوا أن هذا خطأ وأنه يجب أن نفكر بشكل موسع أكثر. ويمكن أن نقول نفس الشيء في المدارس بينما نتعلم التهديدات للأطفال. إذن بالنسبة لنا أعتقد أنه من المهم عندما نخصص الأموال لهذه الردود أن نضع أنفسنا أمام المحاسبة كي نتأكد من أن العملية تتم وبأننا نغطي هذه الحالات، حالات الطوارئ. وهذا كان مهم بالنسبة لنا أن نتعلم ذلك في وقت مبكر من الوباء. أريد أن أضيف شيء واحد، أن تفضلي. إذا ما فكرنا بما حصل عند مع وباء الكورونا في البداية، لم نكن نعرف مدى تأثير الوباء على مجموعات مختلفة، لم نكن نعرف من الذي كان ينقل العدوى. هناك منظمات وسلطات صحية في دول قالت أن الأطفال سينقلوا المرض لأنهم عادة ما ينقلون أمراض أخرى. وعندما أتحدث عن نقل الأمراض، ما أعنيه هو أن الأطفال يتعاملون مع بعضهم البعض، كما أنهم خاصة عندما يكونوا أصغر سنا، على الأرجح سيكونوا على مقربة يتخالطون أكثر، وينظر إليهم على أنهم ينقلون الإنفلونزا أو الأمراض. إذن ما الذي حصل أول شيء؟ إغلاق المدارس. لم يفكر أحد بالتأثير ذلك على
التنمية الاجتماعية، التنمية الذهنية للأطفال بسبب الإغلاق. كل هذه الأمور التي هي في غاية الأهمية للطفل تم غض النظر عنها. لماذا؟ لأن الاعتقاد كان بأن هذا يسب للمصلحة العامة. لا يمكننا أن نجيب على هذا السؤال هنا، ولكن هذا ما حصل، والأطفال هم من تضروا أكثر من أي طرف آخر. وبالنسبة لي هذا يمثل كيفية اتخاذ القرارات، خاصة عندما نكون أمام صعوبات وعندما نواجه سيناريوهات مبهمة وغامضة. أحياناً من المهم أن نقوم بالإغلاق وأن ننعزل، أحياناً يمكننا حتى أن نقول مثلاً في إيبولا نريد أن نفصل المولودين الجدد عن الأمهات. وأيضاً ما جدري السعدين، هل نفصل أيضاً المولودين الجدد عن الأمهات؟ هذا لديه تداعيات كبيرة على الأمهات والأولاد. إذن هذه القرارات يجب أن تتخذ بسهولة بناء على فرضيات. يجب أن يكون هناك سبب وجيه، وهذا السبب ليس موجود دائما. وبالتالي عندما نفكر بالعمل الجماعي كيف نقطع بالمحاسبة، يجب أن نعمل معا كي نتأكد من أن يتم وضع أولوية على الأطفال والاعتراف بالأطفال كمشاركين. ويمكن أن نقوم بذلك كناشطين في المجال الإنساني، ولكن يجب أن ندفع بهذا الاتجاه على المستوى الحكومي والوطني، لأن المشكلة ولو جزئيا تعود إلى أن الأولوية تضع على الآخرين وليس على الأطفال. هناك أسئلة إضافية. سنحاول أن ننسخ هذه الأسئلة. الكثير من الأمور أثرت بي وأنا أستمع إلى ما قيل. نعم، ما قلتيه الدكتور قديرة. في البداية أعلننا الطوارئ وندخل إلى القوقعة، إلى القطاع الخاص بنا. كما قلت كلي، يجب أن نفكر بالمقاربة التي تشمل كل الأطراف القطاعات. سمعنا الأمثلة، العائلة، الكثير من الدروس لنفكر فيها. والحقيقة هي أن الوباء لم ينتهي. أنا أمضيت فترة الوباء في أمريكا الوسطى وأنا الآن في سويسرا، والوضع يختلف تماما. عدم المساواة واضحة. سمعت من زملائي في لبنان والكونغو الديمقراطية وكولومبيا، عدم المساواة واضحة واضح. والآن شاهدنا حملة جديدة، 222 مليون طفل في الوباء. نتحدث عن 126 مليون قبل ذلك، 75 مليون. أرقام مخيفة. روبرت جينكنز مدير قسم التعليم في اليونيسف قال أنه يجب أن نؤكد على أن هذه المسألة مسألة تعتبر حالة طوارئ على مستوى العالمي. شكراً على المشاركة المساهمة. والآن سننتقل إلى منتي. وصدقوا أو لا تصدقوا، مع كل هذا التدريب أنا لم أقم بأي منتي. ونعم، يبدو بأنها منتي تشتغل. سأطرح عليكم السؤال: ما هي الخطوة التي قد تقدمون عليها كفرد أو كمنظمة من أجل تعزيز أو الترويج للتوصيات؟ تفضلوا، خذوا بعض الثواني.
I'll just start reading the ones I can. سأبدأ بقراءة ما لدي. أن نطالب بتعاون أقوى فيما بين القطاعات، إشراك الأطفال في الأبحاث. Education, health, social protection programming, which حماية الأطفال، برامج حماية الأطفال. Continue to strengthen working across sectors, especially health. الاستمرار في تقوية العمل عبر القطاعات خاصة الصحي. أن نعمل عبر القطاعات. بناء القدرات ونشاطات زيادة الوعي. التعاون القوي فيما بين القطاعات، وعلى الأمد القصير دراسة ومراجعة تنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى سد الفجوة في خدمات الصحة والخدمة الاجتماعية والتعليم الأطفال والشباب في الأماكن المعرضة للأزمات والصعوبات. وسيتم مشاركة هذا الردود. تأتي يبدو لدينا 16 رد. إذن خذوا لحظة عندما نكتب هذه الملاحظات، تزداد فرص التنفيذ الناجح. الرد الشامل يتضمن حماية الأطفال. آسف لن أحاول لفظ اللغات الأخرى، لفظي لن يكون صحيح. اطلع عليها إذا كنتم تجدون هذه اللغات. إذن شكرا. وأريد فقط أن أبلغكم بأن لدي شيء واحد بعد أتشاركه معكم. سنستضيف منتدى على الجوجل، ويمكنكم أن توقعوا وتشاركوا إذا أردتم المزيد من المعلومات. إذن انتظروا هذا، سنضع هذا في قسم الدردشة. وأريد هنا أن أسلم أو أعطي الكلمة إلى المدير التنفيذي لمجموعة Elevate Children هيذر هاملتون، وأتطلع إلى اللقاء الشخصي مباشر. مرحبا بك وشكرا. نعم بالفعل دين، أنا أتطلع أيضا إلى ذلك. عمل بعد عامين. سأحاول أن أتحدث بسرعة. لورا سافيج المديرة التنفيذية لإدجوكيشن فاندرز تمويل التعليم لم تتمكن من الحضور، ولكنها تشاركت بعض المعلومات. لورا تشجعت جدا بعدما رأت هذا الحضور، ووجدت بأن هذا غائب في مناقشة التعلم. ووجهات النظر هذه مشابهة لنتائج أبحاث أخرى، بما في ذلك ما صدر عن اللجنة العام الماضي. المسألة واضحة، أزمة التعليم تفاقمت، ولكن هذا لم يؤدي إلى تغيير المقاربة. ولاحظت بأن هذه التوصيات مهمة، لا وجود للائحة سحرية، ولكن هذه توصيات بناءة، ومن المهم أن نتقل ذلك. As executive director of Elevate Children, الآن أضع أنا هنا أضع القبعة. إن المدارس ليست فقط مكان للتعلم. إن هذه النتائج السلبية ليست فقط على الصعيد التعليمي، ولكن أيضا على رفاه وسلامة الأطفال، وعلى أيضا سلامة المجتمعات والعائلات. إن هذا
البحث إن النتائج السلبية للسلبية لم تتوقف للملايين من هذا لملايين من الأطفال. هذا الوباء مستمر وهذا في الآثار تؤثر بشكل كبير على أكثر الفئات المهشمة والمستضعفة. هناك الأطفال الذين ما زالوا يعيشون تحت تأثير إغلاق المدارس وخاصة ليس فقط بالعمل الإنساني. نحن لدينا التزام بأن هناك مشاركة في التخطيط من قبل الأطفال وأيضاً العائلات وأيضاً المجتمعات. كل قطاع وكل شخص لديه دور لكي يقوم به. إنها مسؤولية جماعية لكي أن نأخذها هذه التوصيات لهذه الدراسة وأن تكون هناك أعمال ملزمة. إذن الآن السؤال: ما يمكن أن تأخذه الآن لكي تحضروا ولكي تقوموا بالاستجابة؟ شكرا لكم جميعاً.